مسلسل الفريدو. مسلسل الفريدو الناس كلها قاعده عماله بتتكلم عنه، طبعا انا لسه ما اتفرجتش على الفريدو يعني، لكن الناس كلها فعلا بتتكلم عن المسلسل ده وبتتكلم عن القصه بشكل عام. طبعا انا منحاز حبتين بالتاكيد لاي حاجه بيالفها عمرو محمود ياسين، باعتبار ان عمرو صاحبي ودفعتي واصدقاء الحمد لله حتى هذه اللحظه يعني. بس كمان انا اقدر ادعي ان انا من الناس اللي منحازه دايما لاحمد فهمي، لانه احمد فهمي الحقيقه بالنسبه لي كبني ادم اكتشاف حقيقي كممثل، اكتشاف يعني من وقت ما خد قرار انه يمثل، وانا بظن انه طول الوقت شغال على نفسه. بيعمل ايه بالظبط انا مش عارف، بس هو الحقيقه في تقدم واضح ومذهل وملموس طول الوقت لفهمي. ما بين قوسين انا ما اعرفش الناس عارفه ده ولا لا، بس احمد فهمي من اكتر الناس اللي دمها خفيف في المطلق. احمد فهمي معانا على التليفون، ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا يوسف؟ بص انت بدات تضحك مع انه انت اللي دمك خفيف يعني، الناس مش عارف، الناس كلها عارفه ان انت فعلا صاحب افيه جنوين اللي هو الاصلي، اللي هو بيطلع بيقول كلام ما تفهمش بيطلع امتى وازاي يعني. بص هو يعني يمكن عشان انت قريب مني فانت عارف ان انا بهزر، وانا دايما بهزر مع الناس صحابي القريبين، انت عارفين ان انا بهزر ودمي خفيف. دمك خفيف جدا. الناس بقى نفسها ان ايه؟ دمك خفيف جدا جدا. بس في ناس بقى ما تعرفش كده، لان انا بكل الادوار اللي انا بدور عليها او بحاول اعملها تبقى بعيده شويه عن شخصيتي، يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل شيء يعني مختلف، فاهم؟ يعني على قد ما اقدر يعني. لا يعني انت بتعملها مختلفه جدا. كلمني على الفريدو، لان انا عايز اعرف ايه السر ورا ان كل الناس بتتكلم على الفريدو، السوشيال ميديا غرقانه الفريدو. فانا حتى قلت طب انا منحاز لعمرو محمود ياسين، طب انا منحاز لاحمد فهمي علشان صديقي، فالسؤال الناس اكيد مش منحازه يعني، الناس اكيد عجبها المسلسل. بص هقول لك انا اللي حصل ايه. انا دلوقتي بالنسبه للجمهور العادي انا بقالي تقريبا سنتين او سنتين وشويه ما عملتش حاجه. في حاجات صورتها يعني، في مسلسل صورته لسه هيتعرض، بس يعني لسه قدامه شويه يعني. فانا لما جاي الورق ده عمرو كلمني، عمرو محمود ياسين والمنتج احمد عبد العاطي والمخرج عصام نصار، قالوا لي عايزينك تعمل الورق ده. فانا لما قريت يعني انا بس بقول لك الحكايه من الاول علشان فكره ليه الناس عاجبها المسلسل على السوشيال ميديا. عجبني قوي السطر الاولاني، فكره ان واحد بيشتغل دكتور فجأة بيسيب الطب علشان نفسه يبقى طباخ، فبيسافر إيطاليا وبيبقى جامد جدا هناك وعنده مطعم. حلو. بعد كده بيسيب كل ده اللي هو حلمه الأساسي اللي سافر عشانه وعمل كل حاجة عشانه، بيسيب كل ده علشان عمته. يرجع لها مصر ويبقى معاها علشان عندها بداية مرض الزهايمر. ففكرة التعاطف اللي أو يعني صلة الرحم اللي حصلت ما بين واحد وعمته، انا وجهه نظري ان احنا دلوقتي قليل قوي لما بنشوف ده في الحياه العاديه. يعني هتلاقي دايما الناس مش قريبين قوي من بعض زي زمان، ممكن واحد ما يروحش لامه مثلا ولا لقرايبه بقى له فتره كبيره، يكتفي بس بواتساب ولا مسج العاديه وخلاص. ففكره ان الناس شافت، مش عايز برضه اقول كلام كبير قوي ولا كده، بس فكره الرجل الشهم الحقيقي اللي ممكن يعمل حاجه علشان خاطر اللي حواليه كلهم، عمته او اخواته او الناس اللي بيشتغلوا معاه او كل حاجه، علشان هو بجد فكره ان هو انسان حقيقي، انسان بجد مش عايز حاجه يعني، فاهم قصدي؟ فكره مشاعر انسانيه محضه صرفه خام. بالظبط بالظبط كده بالظبط. انا بس سمعتك وانت بتقول في الحته الاولانيه ان وانا ده طبعا كلام كبير قوي بالنسبه لي وشرفني جدا جدا ان انت بتقول ان انت شايف ان في تطور في الاداء عندي من اول حاجه عملتها لغايه دلوقتي. طبعا. بص يعني انا هقول لك الموضوع بالاختصار، يعني انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اشتغل على نفسي. فكره الشغل على النفس من وجهه نظر انا ان الواحد لازم يعرف مشاكله فين قبل ما يشوف الحاجات الكويسه اللي بيعملها فين. فانا دايما اي حاجه بعملها بشوف ايه المشكله، يعني انا كان طب انا ليه انا مثلا في المشهد ده انا كنت حاسس بس ازاي ما بينتش ده؟ فابتدي اشتغل على مثلا لا الرياكشن، يعني مثلا كان في كومنت كده جالي من كل الناس اللي اتفرجوا على مسلسل الفريدو، ان بيقولوا ان فهمي ازاي قدر يعبر كل حاجه بعينه بس من غير الحوار او كده. فانا لان انا كان ساعات كتير قوي كنت بشتغل في حاجات انا حاسس جدا بس مش قادر ابين ده في عيني.
يعني مش عارف ازاي. فابتديت بقى يعني كده، غير بقى كورسات، غير ان انا بتفرج كتير، بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل. وطبعا الواحد بيشتغل مع مخي شاطر بيعرف يعمل حاجه كويسه برضو يعني. بتفرق كتير لما بتبقى انت مؤمن بالمخرج اللي شغال معاه. طبعا مليون في المية يعني. ولازم انا وهو نبقى على نفس الويب يعني، زي ما بيقولوا كده يعني، انا وهو متفقين ان احنا عايزين نعمل المشهد ده ازاي او ايه. لان مثلا ممكن يبقى مشهد ما بين يوسف مثلا وحد تاني بيتكلم معاه، والحد التاني ده هو اللي بيتكلم طول المشهد، بس فعليا المشهد ده بتاع يوسف، فلازم يوسف هو اللي يتبروز في المشهد مش اللي بيقول حوار وخلاص. في مشهد مخرج تاني ممكن نشوف على حسب الورق اللي بيتكلم هو اللي هيقطع عليه، لكن لا، ده بقى بيفرق من المخرج اللي فاهم ايه الحدث اللي ورا المشهد ده، او ايه المطلوب من المشهد ده تحديدا، وبين اي مخرج تاني شايف الكلام وخلاص لازم يقطع عليه عادي. انا دايما مش مؤمن بالنظريه بتاعه فلان الفلاني بيغني ليه يمثل، وفلان بيمثل ليه يغني، وفلان ليه بيلعب كوره فيمثل. يعني في النهايه خالص هو الناس ليه عايزه تحجر على المواهب، او ان انا عندي موهبه او عندي ميل الى اخره. لكن اللي بيجي في بالي في الحاله بتاعتك تحديدا انه فهمي شديد التحقق في مجاله الموسيقي والغنائي، شديد التحقق. فإيه اللي يخليه كان يخوض التجربة بتاعت التمثيل الاحترافي؟ أنت مش بتمثل دور الفنان المطرب، أنت طالع بتمثل ممثل. صح. إيه اللي يخليك تخوض المغامرة دي؟ بس أول حاجة ودي حاجة أنا مقتنع بيها شخصيا يعني، إن الواحد بيمشي في الحياة طبعا اكيد بيشتغل على حاجه معينه او بيحبها، بس لازم يكتشف نفسه اكتر في كل حاجه بيعملها. يعني علشان كده مثلا احنا مثلا لما درسنا في التاريخ الموسيقي مثلا واحد زي مثلا باخ اللي هو موسيقي الماني كان عازف، بعد ما مات اكتشف ان هو مؤلف جامد. فانا قصدي ان في حاجات الواحد بيكتشفها لما بيجربها ويعملها، وطالما انا في نفس الدايره، دايره ان انا في الفن يعني، وانا وجهه نظري ان المزيكا والتمثيل والفن التشكيلي الثلاثه واحد يعني، كلهم مرتبطين ببعض. فانا ان انا درست مزيكا انا شايف ان ده ساعدني في ان انا اكون ممثل، بس في نفس الوقت انا دلوقتي شايف ان التمثيل بالنسبه لي لا، ده انا ده يعني بحبه قوي ولازم اشتغل عليه جدا. وما كانش فارق معايا فكره إن في الاول يمكن لما عملت خليج نعمه وفي الفتره الاولانيه كان بالنسبه لي فكره ان انا المغني اللي بيمثل، فعايز اغني وكده في اول حاجه عملتها. ايوه. بعد كده حبيت التمثيل فبقيت اشترط ان انا ما اغنيش في العمل الفني خالص. جدع. يعني ولا في التتر ولا اغنيه جوه ولا يعني ما اعملش كده خالص. علشان افصل المشاهد ما بين فكره ان انا فاهمي اللي بيغني وما بين ان انا بمثل دلوقتي. فمثلا مش معقول هبقى طالع مثلا دكتور او مذيع او محامي او كده والناس سامعين صوتي وانا بغني. يمكن وانا في الاول فكنت بقول مش كل الناس عارفه ان احمد فهمي دمه خفيف جدا، بس كمان في حاجه بقى مهمه لازم الناس تبقى عارفاها، مش كل الناس عارفه ان احمد فهمي دوده قرايه. ليه؟ انه احمد فهمي دوده قرايه، بيحب الكتب، بيحب يقرا. صح صح مش يعني كده؟ بص انا بحب القرايه جدا. وانا شخص عموما مش هتلاقيني مثلا في عيد ميلاد، في احتفاليه، في مهرجان، ويمكن ده تقصير مني، بس انا شخص بحب حاجات معينه اللي هي ان انا ابقى اشتغل او ان انا اقعد مع العيله او مع اصحابي القريبين في مكان ما، ايا كان بقى نتعشى في حته او كده او نسافر. لكن غير كده فانا عندي وقت كتير قوي ببقى لوحدي، فببقى محتاج اقرا بقى اقرا. انا شايف ان القرايه بتفتح الدماغ جدا 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 يعني. وانا بحب اقرا في حاجات مختلفه يعني، بحب مثلا الاستاذ بهاء طاهر مثلا. يا جداً. سلام. بحب انيس منصور. بحب يعني في بقى في روايه حلوه بتاعت محمد منسي قنديلي. بحب احمد مراد. يعني ناس كتير قوي بحب القرايه. وبس مش بس الروايات، كمان بحب اقرا في الدين وفي في التاريخ يعني كده، يعني عندي حاجات كتيره. انا عارف علشان انا فاكر مره مناقشه واحنا كنا قاعدين في الراديو وقعدنا نتناقش، انا خرجت من المناقشه دي وانا
بطبيعه الحال كده اللي هو ايه، انا ما كنتش متصور. طيب فهمي فنان، فهمي دمه خفيف، بس فهمي بيقرا وبيناقش وبيتكلم وعنده وجهات نظر في حاجات كتير جدا في حياتنا، فمن ساعتها حبيتك زاد عن اللزوم يا فهمي. ده فعلا يعني حقيقي. بس عايز اقول لك ان معلش بنقطع كلامك، انا مش عايز اقول لك بس ان ساعات بيبقى فكره ان انت عندك افكار بتاعتك خاصه، ده ممكن ساعات بيعمل مشاكل. يعني مثلا انت بتعمل مثلا فيلم او مسلسل او كده، فبتبقى شايف حاجات من وجهه نظرك. يعني ان لا مش لازم الكاركتر يعمل كده، فده ساعات يعني بيبقى فيه صراع معين كده ما بين مثلا بيني وبين الكاتب او كده، بس انت متفق في النهايه يعني. بس انا اظنه ما يخلقش مشكله، انا اظنه ده عارف كده يقول لك ايه، ويثري النقاش، فده برضه يثري العمل يعني. ما هو زي ما بقول لك كده، مش دايما الناس بتبقى فاهمه وجهه النظر دي. يعني مثلا في مسلسل كنت بعمله، وبعد كده المؤلفه قالت لي بعد ما قعدت اتناقش بقى في حاجات وكده، قالت لي بس انت شايف الموضوع من وجهه نظرك انت كفهمي، مش من وجهه نظر الكارك. فقعدت اقنعها بقى ان لا، وجهه نظر الرجل عموما مش وجهه نظر فهمي او غيره. الراجل بيفكر كده، الست بتفكر كده. فحاولت يعني حاولت قدر الاستطاعه. فهمي هقول لك مره تانية الف مليون مبروك على نجاح المسلسل الفريدو، ومبسوط جدا ان سمعت صوتك النهارده لحد ما ابقى اشوفك قريب. وبالمناسبه انا اشجعك جدا على انك ما تبقاش متواجد اجتماعيا اكتر مما يجب، خليك زي ما انت. انا بشوف ان دي حاجه من ضمن معاملات النجاح، يعني ان احنا بنشوف شغلنا وبنشوف عائلتنا، وده الاهم يعني. ويبقى عندنا وقت نسمع مزيكا، نتفرج على فيلم حلو، نقرا كتاب مفيد، احلى 30 مره من الفانتازيه يعني. أشكرك. شكرا يا فهمي، ألف 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 شكرا ليك. ربنا يخليك يا رب كل الشهر لهذا الرجل الرائع الحقيقة، النجم أحمد فهمي.